مشاهدينا، أول الحديث أكثر عن بيان مرصد أفاد حول انتهاكات الميليشيات في العراق ضد الرعاة في محافظتي الأنبار ولينوى. ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المتحدث باسم المرصد الأستاذ حسين دلي. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله. سرقة للمواشي والأغنام غربي الأنبار وكذلك جنوب غربي محافظة نينوى، ذكرتم في المرصد وقائعها في بيانكم الصادر اليوم، هل هي حادثة متكررة وتتكرر كل فترة أم أصبحت ظاهرة، أم كما تقول الحكومة وتدعي أن الميليشيات تقوم بها كيعني نشاطات فردية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للرافدين وتحية للجمهورية الكريم. في الحقيقة مرصد أفاد لاحظ في الآونة الأخيرة في الأشهر الستة الماضية وردت عدة شكاوى من أكثر من جهة، كنا نظن المسألة فردية كما يروج وتزعم بعض الجهات الأمنية العراقية، لكن يبدو أن هذه المسألة مستمرة وباتت أشبه ما تكون بمسلسل لا يكاد يخلو منه أسبوع في المناطق الحدودية ومناطق الرعي. يذكر أن العراق شهد موسم أمطار جيد خلال الأسابيع الماضية، وهذا ما ساعد على نمو الأرض والزرع في المناطق الغربية الصحراوية، وهي بالتالي مرتع لحركة الأغنام، وهذا أدى إلى توسع رقعة الرعي في تلك المحافظتين على وجه الخصوص نينوى والأنبار. ولكن هذه مناطق الرعي على مقربة من المناطق الحدودية، وهي منذ عشرات السنين مرتع لتلك لأولئك الرعاة. هذه المناطق أيضا تشهد وجود كثيف لفصائل مسلحة تنتمي للحشد الشعبي. هذه الفصائل تزعم منذ يعني سيطرتها على المناطق الحدودية بل مصادرتها لمنازل كثير من الأهالي في المناطق الحدودية في القائم، في وادي حوران، في الأنبار، وفي البعاد والحضر في نينوى، حتى في مناطق الرطبة في الجهة الثانية من الحدود الغربية مع محافظة مع الأردن. هناك تواجد مكثف للحشد الذي ينتشر كما قلت في أكثر المناطق الحدودية مع العراق ومع سوريا والأردن. هذه المناطق كما قلت شهدت حالات من الابتزاز والأتاوات والخاوات كما يسميها العراقيون. أفراد كثيرة من الحشد الشعبي تصادر بعض المواشي، تطلب من بعض الرعاة أعطاهم نسبة من المواشي التي هي مصدر رزقهم الوحيد والتي يعولون عوائلهم منها. وبالتالي هذه الحوادث عندما تكررت في الأسابيع الأخيرة أصبحت أشبه ما تكون بالعمل الممنهج، والرعاة لا حول لهم ولا قوة وليس لديهم أسلحة، فبالتالي لا يستطيعون حتى مجرد الشكوى. كانت تأتي الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أطراف أو أقارب بعض هؤلاء، لكن يبدو أن الحالات ازدادت في الفترة الأخيرة مما استدعى مرصد أفاد أن يصدر بيان ويحذر الحكومة العراقية، رغم أن الأمور تبدو في نظر البعض هينة لكنها في نظر أهل تلك المواشي الضعاف الفقراء تعتبر أمر كبير. طيب أستاذ حسين، يعني ربما السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، يعني العراق يزخر بملفات الفساد والسرقات على مستويات عديدة، لماذا المواشي، لماذا يتم استهداف هؤلاء الرعاة وتلك المناطق بالتحديد بسرقة هالمواشي؟ هل هي لغرض التهريب أم للسرقة لأغراض شخصية؟ يعني ما الغرض من سرقة المواشي بالتحديد؟ طبعا المعلومات التي لدينا لم ترقى إلى أن تكون هناك عمليات تهريب، لأنه ما يهرب الآن ليس المواشي وإنما المخدرات في المناطق الحدودية. وبعض الفصائل المسلحة والميليشيات متهمة بشكل أساسي في تهريب المخدرات من سوريا إلى العراق وبيعها حتى في دول أخرى. مسلسل الفساد في العراق طبعا حمرت أوجه كثيرة وله أشكال متعددة، موضوع تهريب السلاح، موضوع تهريب المخدرات. فيما خص بيان قضية المواشي، يبدو أنها استغلال لهؤلاء الضعفاء، لأنهم يعرفون أن هذه المسألة لا تستطيع أن يعني ترقى لأن تكون عمل كبير منظم، لكن وجود أكثر من ميليشيات تقوم بهذا الفعل في أكثر من منطقة رعي في المناطق البادية، بادية الأنبار وبادية نينوى،
كما قلت هؤلاء المستضعفون الفقراء ليست لهم مصدر معيشة إلا هذه المواشي. طيب كيف يؤثر مثل هذه العمليات على أصحاب المواشي؟ كيف تؤثر على مستواهم المعيشي وتجارتهم؟ طبعا هناك نقطة أحببت أن أذكرها، هناك كما يبدو شكوك ومزاعم من هذه الميليشيات بأن وجود هؤلاء الرعاة في المناطق الحدودية قد يكونون يعني أعين لبعض المسلحين، اتهامات لهؤلاء. طبعا هذه الاتهامات جزاف، لأن هؤلاء من أهالي تلك المناطق ويسكنونها منذ فترات طويلة ومعروفون لدى حتى الجهات الأمنية، وبالتالي الاتهام موجه للميليشيات لا توجه لقوات الجيش العراقي. قوات الجيش العراقي ليست بعيدة عن تلك المناطق، ولكن الاتهامات لهؤلاء الأفراد من الميليشيات التي تنتمي للحشد الشعبي، وكما يعرف الكل كثير من المنتمين لهؤلاء منفلتون وحتى على مستوى الضباط، وتلك التحرشات برعاة الأغنام بالتالي تؤثر على مستواهم المعيشي وحالتهم المادية. عدا عن ذلك فهي تمنع تنمية تلك المناطق. كما أسلفت في بداية الكلام فإن ميليشيات الحشد الشعبي تسيطر حتى على بعض القرى وتتخذها مقرات لها، وطردت أهلها منذ 4-5 سنوات في منطقة القائمة الحدودية على وجه الخصوص مع سوريا، وهذه بطبيعة الحال تستدعي أنه يكون هناك ضبط لتلك الأفراد أو العناصر المنتشرة على المناطق الحدودية. طبعا الاتهامات لهذه الميليشيات كما قلت بعدة أوجه، وبالتالي الحكومة العراقية مدعوة لأن تضع حد لهذه الانتهاكات في حق هؤلاء الرعاة. طيب هل استطاع أحد من الرعاة تقديم شكاوى إلى الجهات الحكومية بأن هذه الميليشيات تقوم بالاستيلاء وسرقة هذه المواشي؟ هل استطاعوا أصلا تقديم الشكاوى؟ طبعا لدينا معلومات بأن هؤلاء أوصلوا شكاواهم إلى محافظ الأنبار ومحافظ نينوى، واشتكوا عبر عشائرهم. طبعا في الرطبة عشيرة، هناك فخذ من عشيرة البعيسة وهي عشيرة كبيرة في محافظة الأنبار، وصلت لدينا حتى الشكاوى من أطراف من هذه العشيرة أنه أقاربهم في تلك المناطق يشتكون من تلك المنطقة، ووصلوا شكوى إلى محافظة الأنبار، ولكن يبدو أن الكل سواء على المستوى الإداري والسياسي أو على المستوى الأمني عاجزون عن فعل شيء أمام ميليشيات الحشد الشعبي وسطوتها. وكل يذكر طبعا يعرف أنه حتى الحكومة العراقية في بغداد مقلبة الأظافر لا تستطيع فعل شيء أمام سلطة الميليشيات التي تتحكم بكثير من المشاهد، ولا يستطيع أحد التحرك ضدها أو حتى يعني لومها أو القيام بأي شيء ضدها. طبعا قبل ساعات سمعنا بوجود مجزرة قد تكون متهمة فيها الميليشيات في محافظة ديالي، وبالتالي ما تفعل الميليشيات الخارجة عن القانون في العراق أصبح أمر مشتهر ومعروف لدى كل العراقيين. إذن الحكومة المحلية في الأنبار ونينوى لديها العلم بهذه السرقات، والحكومة المركزية أيضا لم تقم بأي إجراء، والقوات الأمنية لم تقم بأي شيء، إذن هي شريعة الغاب اليوم. بالفعل للأسف هذه الفئة التي تحسب على الأجهزة الأمنية وهي ممولة من الحكومة العراقية ولها دعم خاص، هي مجموعة خارجة عن القانون تتصرف وفق أجنداتها الخاصة المرتبطة بأجندات خارجية، ولا تستطيع أي جهة أمنية أو سياسية أسوة ببقية الملفات التي تتورط فيها هذه الميليشيات، لا تستطيع أي جهة أن تقول لها كفي أو تحاسبها أو تعاقبها. والقضاء العراقي للأسف متهم بغض النظر عن كثير من الجرائم التي تنسب لهذه الميليشيات. سندلي المتحدث باسم مرصد أفاد، نشكركم الشكر الجزيل، كنت معنا من الدوحة، شكرا لك.